مساء الخير، في انتظار دخول الدكتور ياسر النحال، ويقدمه الدكتور محمد المغير.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يبدو العدد الآن حوالي 35 من الحضور، وأعتقد أنه عدد معقول، وممكن أن نبدأ معنا الأستاذ الدكتور ياسر النحال في هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم منتدى البحث العلمي العربي منبع، وباسم المركز الديمقراطي العربي، نرحب بكم جميعا في هذا النشاط المشترك بين منبع منتدى البحث العلمي العربي وبين المركز الديمقراطي العربي في برلين ألمانيا الغربية، في هذه السلسلة من اللقاءات حول البحث العلمي. قبل أسبوعين الثلاثاء قبل الماضي التقينا الدكتورة فلة من الجزائر، وهي تحدثنا عن إعداد الباحث العلمي في المجال الهندسي، وتحدثت عن مهارات قليلاً ما تتحدث عنها كتب البحث العلمي، فهي تعتبر هذه المهارات من الممكن أن نعتبرها من الصندوق الأسود الذي يحتفظ به الباحثون المتميزون، والصندوق الأسود الذي يحتفظ به الباحثون ذوي الخبرة. اليوم معنا الأستاذ الدكتور ياسر النحال، ولنا ومعنا حول موضوع آخر ذي علاقة. هذا الموضوع هو الكيفية، ولماذا وهل يمكن أن نشر في المجلات العلمية المحكمة وذات معامل التأثير العالي المسمى Q1 Q2 إلى حديث الدكتور ياسر بإذن الله تعالى سوف يتمحور حول هذه النقاط المختلفة. الدكتور أستاذ الدكتور ياسر حاصل على الدكتوراه، ويعتبر أحد الباحثين العرب والفلسطينيين المتميزين، وله ربما عشرات أو مئات الأبحاث المختلفة في جوانب بيئية وطبيعية وتنموية مختلفة. الدكتور ياسر لديه العديد من الجوائز العلمية أيضا بخصوص النشر العلمي في أوعية النشر المختلفة، وأن ينشر في أرقى المجلات العالمية والعربية أيضا. لديه خبرة طويلة، وقد استمعنا إليه قبل عدة شهور في محاضرة ربما كانت خاصة بطلاب الماجستير، أما اليوم فهي خاصة بالباحثين جميعا، الأساتذة في الجامعات والمعاهد العربية وكذلك طلاب الدكتوراه. أيضا نرحب بالإخوة الحضور جميعا، نرحب بالأستاذ عمار شرعان مدير المركز الديمقراطي العربي، وكذلك نرحب بالأستاذ كريم عايش الذي يتابع معنا بالنيابة عن المركز الديمقراطي العربي هذا اللقاء وكل اللقاءات، ويقوم بدور الجندي المجهول المتابع على مدار الوقت لهذه الأنشطة. الأسبوع بعد القادم أيضا لدينا محاضرة أخرى، أي الثلاثاء بعد القادم بإذن الله لدينا محاضرة أو لقاء لتقييم المؤسسات
علمية البحثية من جانب البحث العلمي، ما هي المعايير والشروط الواجب توفرها في عملية التقييم؟ هل نجحنا نحن جامعاتنا العربية ومراكزنا ومؤسساتنا في عملية البحث العلمي وكذلك في تقييم هذا البحث؟ هل استطعنا أن ندمج ما بين البحث العلمي والتنمية؟ هل استطعنا أن ندمج ما بين البحث العلمي والمشكلات التي يعاني منها المجتمع في أو الدولة أو الحكومة أو مؤسسات أخرى في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية وإلى آخره؟ كل هذا الكلام سيتحدث فيه الأستاذ الدكتور محمد عوض بإذن الله بعد أسبوعين من اليوم. ولدينا أيضا مجموعة أخرى من المحاضرات التي سيعلن عنها بعد نهاية محاضرة. الآن الأستاذ الدكتور ياسر النحال معنا. نعم. نقدم الأستاذ الدكتور ياسر النحال وينتقل إليه الميكروفون فورا. شكرا لكم جميعا على الحضور وعلى الإنصات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمتع الجميع بمحاضرة الأستاذ الدكتور ياسر النحال. معه من الوقت ما يقارب ساعة إلى يعني 20 دقيقة بعدها، ثم بعد ذلك نفتح المناقشة للجميع. شكرا لكم جميعا، تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بداية نشكر الأستاذ الدكتور محمد رمضان اللاغة على تقديمه وإسهابه في عرض المعلومات والمعلومات الدقيقة التي أعطاها، ونشكره على ذلك ونشكره على إدارة هذا اللقاء بهذه الطريقة الجيدة. نبدأ معكم بسم الله الرحمن الرحيم. الآن موضوعنا هو النشر العلمي في المجلات العلمية الكبيرة التي تصنف Q1. الآن يعني إحنا قبل ما ندخل على النشر العلمي للمجلات الكبيرة، فنريد أن نعطي بعض المعلومات المهمة حتى يعرف الجميع ما هي Q1 وما هي Q2 وما هي Q3 and Q4. سلام. في الحقيقة هذه المجلات العلمية هي مجلات كبيرة مختلفة ومتخصصة، وهذه تتبع اللي هو Institute for Scientific Information اللي هو المعهد الدولي لشبكة العلوم. وهذا المعهد الدولي لشبكة العلوم أسس عام 1960 بواسطة يوجين جرانفيلد في فيلادلفيا. هذا المعهد المختصر تبعه ISI يضم العدد الكبير من المجلات العلمية المتخصصة جدا والمجلات العلمية المختلفة. الآن المجلات العلمية تقسم حسب الميجر فيلد تبعها إلى مؤسسات إلى مجلات ذات ميجر فيلد كبير، يعني مجلة إلها وايد سبيكترم، إلها أفق واسع، تستقبل العديد من الـ من الـ 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 المجالات العلمية المختلفة. وهناك مجلات أيضا أخرى متخصصة ذات تخصص أكثر دقة.
الآن هذه المجلات العلمية تم وضع تقييمات لها وتقسيمات لها حسب التخصص وحسب أهمية المجلة، وتم تقسيمها إلى مجلات Q1 وQ2 وQ3 and Q4. الآن هذا التقسيم بدأ أو تم على اعتبارات مهمة، وهي الإمباكت فاكتور للمجلة والسايت سكور للمجلة. الآن الإمباكت فاكتور والسايت سكور يعني هما ماتريكس متشابهين، هناك تشابه بينهما لكن يستخدمان للدلالة على أهمية المجلة. كل ما كان الإمباكت فاكتور مرتفع وكل ما كان السايت سكور للمجلة مرتفع، كل ما كانت المجلة ذات قيمة علمية كبيرة في مجال التخصص وواسعة الانتشار على مستوى العالم ويراها الكثيرون من العلماء في هذا التخصص، وهذه تجعل الباحث يكون مشهورا بين زملائه في نفس المجال على مستوى العالم عندما ينشر بحث في هذه المجلة. الآن الإمباكت فاكتور هذا تبع المجلة كيف يحسب حتى يكون عندنا إحنا يعني معرفة كيف بيحسبوا الإمباكت فاكتور؟ الآن المجلة العلمية يصدر عنها على الأقل 12 إصدار في السنة تحت مسمى One Volume، هذا اسمه أو يعني Volume واحد، لكن له أرقام مختلفة. كل سنة بيطلع Volume من المجلة، والمجلة يصدر منها عدد من الإصدارات على الأقل 12 إصدار سنويا وربما أكثر من هذا الإصدار، وكل إصدار يخرج عنه عدد من الأبحاث المنشورة. الآن هذه الأبحاث المنشورة تحصد ما يسمى بالاستشهادات، يعني العالم إكس في جمهورية مصر العربية يأخذ بحث من هذه المجلة كمرجع، وعالم آخر وهكذا. في نهاية المطاف المجلة أولين الآية وفي نهاية المطاف الانستيتوت ISI يقوم بحصر الاستشهادات التي تمت على المجلة خلال 3 سنوات. تمام، يعني المجلة خلال 3 سنوات مثلا نشرت 350 articles مختلفة. هذه 350 articles في 3 سنوات حصدت استشهادات مقدارها 15,250 استشهاد. الآن الإمباكت فاكتور يقاس بعدد الاستشهادات التي حصلت عليها المجلة خلال 3 سنوات مقسوم على عدد الأبحاث المنشورة في مجلات ISI، يعني مش منشورة في أي مجلة، منشورة في مجلات ISI اللي تابعة لسكوبوس أو كليريفايد أناليتكس أو رويترز. الآن هذه المجلات، هذه الأبحاث المنشورة في تلك المجلات تحسب على أنه ترفع قيمة الإمباكت فاكتور لهذه المجلة. يعني على سبيل المثال 15,250 سايتيشن على 350 articles انتشروا خلال سنتين بيحسبوا على هذه القيمة اللي هو قيمة الإمباكت فاكتور. كل ما طبعا كان عدد السايتيشن كبير كل ما كان الإمباكت فاكتور مرتفع، وهذا يعطي قيمة كبيرة للمجلة. الآن هناك أيضا ما يسمى بالسايت سكور. السايت سكور هو نسخة مكبرة من الإمباكت فاكتور، لكن يعني هم التشابه بين السايت سكور والإمباكت فاكتور إنه السايت سكور بيحسب الاستشهادات خلال عدد أقل من السنوات خلال سنتين، وفي نفس الوقت
بحسب اللي هو الأبحاث التي نشرت في هذا المجال، لكن السايت سكور بياخذ كل الأبحاث، كل السايتيشن اللي نشرت في سكوبوس أو خارج سكوبوس. لذلك نجد السايت سكور في بعض المجلات مرتفع أكثر من الإمباكت فاكتور، تمام؟ بينما الإمباكت فاكتور فقط يعني بحسب السايتيشن للأبحاث التي نشرت فقط في الآي إس آي وليس خارج الآي إس آي. الآن الأبحاث التي نشرت خارج الآي إس آي لا تأخذ لا تحسب في الإمباكت فاكتور، لذلك هذه المجلة يكون الإمباكت فاكتور تاعها منخفض. لذلك يعني إحنا مثلا السايت سكور تبعنا تبع الأشخاص الفاكولتي ممبرز ينشر أبحاث في مجلات علمية مش موجودة في الآي إس آي الآن، لكن موجودة في جوجل سكولر. جوجل سكولر بعمل سايتيشن للأبحاث هذه الموجودة وبرفع قيمة الإمباكت فاكتور، لكن الآي إس آي بحسبش زي ما بحسب الجوجل سكولر. لذلك الإمباكت فاكتور تبع الآي إس آي أقل من الإمباكت فاكتور تبع الجوجل سكولر، لذلك الجوجل سكولر الإمباكت فاكتور تبعه لا يعتمد عليه في باقي المجلات أو لا يعتمد عليه في تقسيم المجلات إلى الأرباع المختلفة. لذلك المجلات اللي تحصد إمباكت فاكتور عالي وإمباكت فاكتور سايت سكور مرتفع هي اللي تأخذ أو تقع في قيمة الكيو 1. الآن إيش يعني كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 and كيو 4؟ الآن الكيوز هذه عبارة عن كوارتايل تبع المجلات، يعني في عندنا في العالم أكثر من 28200 مجلة، هذولا ال 28200 مجلة مقسمات حسب قيمة الإمباكت فاكتور تبعهم إلى كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 وكيو 4. الآن المجلات اللي إلها توب إمباكت فاكتور أكبر من إمباكت فاكتور أكبر من 10 هذه اسمها كيو 1 جورنال، واسم هذا توب 25% of the journals، تمام؟ الآن المجلات اللي إمباكت فاكتور تبعهم أقل من 10 وأكبر من 4 اسمهم كيو 3 آسف كيو 2 جورنالز، وهذه المجلة تعتبر مجلات هاي كواليتي وأيضا متخصصة ولها سكوب واسع. وفي عندي مجلات الإمباكت فاكتور تبعها أقل من 4 وأكثر من 1، وهذه تعتبر كيو 3 جورنال. وكيو 4 جورنال مجلات الإمباكت فاكتور تبعهم أكبر من 0 وأقل من 2. الآن مجال كيو 4 جورنالز هذه عبارة عن مجلات مهددة بالخروج من الـ من الـ من الـ من, الـ من الربع الأخير، لأنه هي يعني الإمباكت فاكتور تاعها منخفض. لذلك هذه المجلات دائما تسعى لأن تحسن صورة هذه المجلة في وضع الآي إس آي، وهي عايزة تكون في المقدمة وتصعد من كيو 4 لكيو 3 لكيو 2 لكيو 1 وتصير في التوب 25. حتى داخل التوب 25 في تنافس شديد في المجلات على أنها تكون in the top 1 percentile or top 5 percentile، يعني أعلى 1% من المجلات زي مجلة نيتشر ومجلة ساينس وthe science of the total environment and so on، أو in the top 5% of the journals، تمام؟ الآن هذا الإمباكت فاكتور مهم جداً إن كباحثين إنه إحنا لازم ننشر الأبحاث تبعتنا في هذه المجلات العلمية واسعة الانتشار. ليش أنا بدي أروح أو ليش الباحث في إكس بدي يروح على المجلات اللي هو كيو 1 مش كيو 2 ومش كيو 3 ومش كيو 4؟
لأنه البحث لما ينشر في مجلة Q1 بيحصل بيصير واسع الانتشار في العالم كله، كل العالم في هذا التخصص بيعرفوا إنه هذا البحث نشر في هذا المجلة الكبيرة، وبالتالي هذا البحث يأخذ مرجع على نطاق واسع يستطيع أن يحصل citation في وقت قصير، وهذا citation بيرفع اللي هو الـ H index للباحث، وفي نفس الوقت بيرفع اسم الجامعة التي ينتمي إليها الباحث، وبيرفع اسم المؤسسة عالية، وبالتالي المؤسسة تصبح يعني ذات قيمة عالية، العالم كله بيسمع باسم المؤسسة. الآن على مستوى العالم كل الجامعات تقاس بعدد السيتيشنز اللي تحصدها الجامعة خلال المجلات المفهرسة في سكوبوس أو التابعة للآي إس آي جورنالز أو Q1 أو Q2 أو Q3 على الأقل. فهذه المجلات بترفع اسم الجامعة، بتصير البحث فيزبل، يرى في كثير من الأماكن، يستشهد به في كثير من الأماكن، يكون مرجع ذو قيمة في كثير من الأماكن، وهذا بيرفع قيمة الباحث، يصبح الباحث مشهور بين زملائه الآخرين وهم لا يعرفونه لكن يعرفون إنتاجه العلمي. وهذا الباحث أيضا الذي نشر بحثا في مجلة Q1 يصبح ريفيور، المجلات المختلفة تطلب منه أن يقوم بتحكيم عدد من الأبحاث ذات القيمة العالية لهذه المجلات. طبعا التحكيم مجانا في كل هذه المجلات، لكن مش مشكلة مجانا أو مدفوع الأجر، هم بيبيعوا البحث، لكن إحنا العلماء لا نهتم في القيمة المادية بقدر ما نهتم بالقيمة العلمية للبحث. فمن هنا أتت أهمية النشر في المجلة Q1. يعني الجامعة الآن تطلب من الأساتذة إنهم ينشروا في Q1. هو للأسف الشديد مفروض من زمان الجامعات كلها وجهت الاهتمام للباحثين إنهم ينشروا في المجلات الكبيرة. يعني هذه مجلات Q1 و Q2 تأسست عام 1960، يعني هو تأسيس قديم بس إحنا عرفنا به حديثا، لأنه المجلات العلمية كانت في السابق ورقيا وكانت تنقل بالبريد الأرضي، وكان في صعوبة في نقل الكتب وفي تخزين الكتب وفي وضع الكتب، يمكن هذا كان سبب في صعوبة إنه العالم العربي يشترك في هذه المجلات. لكن يعني الجامعات العربية المختلفة مثل جامعة الإسكندرية وجامعة القاهرة كان عندهم يعني الابستراكت اندكس تبع الويب اوف ساينس وويب اوف نوليدج اللي تبعت الاي اس اي اس اي، لكن في ذلك الوقت ما احد يعير اهتمام لسكوبس ولا اي اس اي ولا اي نوع اخر من المجلات. لكن اليوم العالم لما بدأ تقييم الجامعات وبدأ فهرسة الجامعات ووضع الجامعات في قائمة في قوائم مختلفة، هذه جامعة الرانكينج تاعها رقم 1 على العالم or top 10 universities or top 15 or top 100 university، انجبرت الجامعات على أن ترفع من قيمة الرانك تبعها من خلال النشر العلمي وتشجيع النشر العلمي في المجلات العلمية العالية. كان في السابق يطلبوا نشر علمي للترقية، وكانوا يكتفوا للأسف الشديد بنشر في مجلات محلية، والمجلات المحلية للأسف ما أحد يقرأ هذا البحث ولا أحد يستشهد به، وكأنه البحث في تعداد الأموات، إذا البحث لم يستشهد به يصبح بحثا ميتا لا قيمة له. على الأقل البحث يجب أن يحصد 10 استشهادات خلال سنة أو سنتين حتى يصبح ذو قيمة. إذا لم يحصل على هذا الاستشهاد يكون بحثا ميتا ولا قيمة له. يعني عندنا في الدول العربية أو في الجامعات العربية أساتذة نشروا 100 بحث أو 150 بحث، لكن الاستشهادات في 100 بحث أو 150 بحث
لا تساوي شيء، يعني كأنه ما حد شافه من الاستشهاد. هذا يعود لا 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 ليس ل ل ل لقلة القيمة العلمية للبحث المنشور، إنما لأنه المجلة التي نشر فيها البحث كانت مجلة محلية، مجلة ليس لها اهتمام دولي، أو مجلة زي ما يسمونها من المجلات المفترسة، بس تفترس تنشر البحث ولا تسعى للتطوير أو الحصول على معامل امباك فاكتور قوي لتظهر الباحثين، وبالتالي بقيت الأبحاث طي الكتمان أو موجودة على الأدراج يتراكم عليها الغبار بدون قراءة وبدون استفادة منها. لكن اليوم أصبحت الجامعات مهددة إنها لازم تكون ضمن الفئات الأولى على مستوى العالم، حتى الطلاب وخريجين الجامعات يكون لهم فرصة في العمل، فرصة للالتحاق بالدراسات العليا، فرصة للالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه، فرصة للالتحاق بالبوست دكتوران. فلازم الباحث ينشر أبحاث في مجلات مفهرسة موجودة في سكوبس، موجودة في الاي اس اي، موجودة في الأماكن العلمية، يعني كيو وان جورنال، حتى يستطيع الباحث أن يصل إلى زملائه في الدول الأخرى وأن يستشهد بأبحاثه وتصبح أبحاثه ذات قيمة علمية، وبالتالي الجامعة التي ينتمي لها هذا الباحث يرتفع اسمها وتأخذ رانك أفضل من الرانك قبل النشر، وبالتالي الجامعات تشجع النشر العلمي حتى ترتفع قيمتها بين الجامعات المختلفة، تصبح جامعة رقم واحد. مثلا احنا نقول عندنا في فلسطين عندنا مجموعة من الجامعات، كل واحد بتنافس انه يكون هو الاول، وهذا التنافس يعتبر ميزة للجامعات ان تتنافس على الافضل، وهذا التنافس هو يحيي الجامعة ويجعل الجامعة تتقدم الى الامام وتصل الى الهدف المنشود. لكن يعني هذا التنافس للأسف الشديد جاء متأخرا في الدول العربية، يجب أن يكون هو مبكرا، لكن زي ما بيقولوا better late than never، يعني يأتي متأخرا أحسن من لا يأتي. وبالتالي يعني إحنا في العالم العربي هناك اهتمام كبير في النشر العلمي في المجلات Q1 وQ2، وأيضا الجامعات العربية بدأت تطرق سكوبس وتطرق إلسفير بابليشرز حتى تكون هي جزء من هذه المنظومة العلمية العالمية، لأنه هكذا يبنى المجد، لا يبنى المجد بطرق لا حضارية. هذا العلم هو القاعدة الأساسية لنشر المعرفة والوصول إلى الأهداف وبناء الدولة وجعل الدولة تتقدم إلى الأمام بالطريقة المثالية. هكذا نستطيع أن نصل إلى جميع الأهداف. فمن هنا أتت أهمية النشر في Q1 Journals. الجامعة تريد أن ترقى، الباحث يريد أن يترقى، الطالب يريد أن يتخرج. على سبيل المثال في الجامعات في أمريكا مثلا، في جامعة ميتشيغان وفي جامعة ستانفورد وفي جامعة كيل في ألمانيا، الآن الجامعات بتطلب من الطالب ينشر بحث تبعه في Q1 جورنال. الآن الطالب إذا ما نشر في Q1 جورنال بيقولوا له أنت ما بتتخرج، لازم عشان تتخرج لازم يطلع بحثين من رسالة الدكتوراه تبعتك، والبحثين يكونوا في Q1 or at least Q2 أو واحدة Q1 وQ2. بهذه الطريقة يستطيع أنه هو يتخرج ويحصل على درجة الدكتوراه، بينما في بعض الدول العربية يعني بيكتفوا أنه الطالب ينشر بحث في مجلة محلية أو مجلة الجامعة. طبعا النشر في المجلات المحلية أو مجلة الجامعة أحيانا بكون في يعني عملية الريفيو بروسيس بتكونش مضبوطة 100%، وبالتالي يعني قد ينشر البحث باعتبارات not pure academic، يعني اعتبارات أخرى. فهذه تعتبر نقطة ضعف. لكن المجلة عندما تكون مفهرسة في مجلات الاس اي تخضع لرقابة الانستيتوت اوف ساينس
and we move knowledge. فهذا الخضوع بيخلي المجلة تمشي في الطريق السليم ولا يدخل في اعتبارات المجلة أن تكون الريفيو بروسيس يعني not aggressive or تكون not rigorous, تكون يعني very simple زي ما بصير في بعض المجلات المفترسة. بهذه الطريقة نستطيع بناء الدولة والتقدم بها إلى الأمام. تمام. إذن إحنا الآن عرفنا إيش يعني Q1 Journal وعرفنا إيش Impact Factor وعرفنا إيش Site Score تبع المجلة. الآن أنا بدي أحكم على المجلة هذه أحسن ولا مش أحسن. الآن بدي أفتح صفحة المجلة وأشوف الـ Impact Factor تبع المجلة وأشوف الـ Site Score تبع المجلة. هذول الـ Two Metrics الـ Two Parameters بيعملوا لي Indication على أهمية المجلة. كل ما كان هذه الأرقام مرتفعة معناته المجلة ذات قيمة كبيرة, النشر في هذه المجلة يكون صعب لكن ليس مستحيلا لكن يحتاج إلى دقة سنتحدث عنها لاحقا. وبهذه الطريقة نستطيع أن نمضي قدما ونصل إلى الهدف المنشود. أما دون ذلك ما يكون في تقدم, ما يكون في اهتمام في البحث العلمي. الآن بعد ما عرفنا من خلال السايتو سكورز اللي هو جورنال باراميترز أو الجورنال ماتريسيز الامباكت فاكتور والسايتو سكور نستطيع أن نحدد المجلة. لكن نتخيل أنه أنا عندي بحث وبحث جاهز للنشر وأنا مش عارف وين أودي البحث تبعي على أن هي مجلة أوديه شرقة ولا غربة ولا شامة ولا قبل. لازم أولا أحط مخي إنه البحث لازم أروح على مجلة ذات هاي امباكت فاكتور, يعني مش أقبل إنه أنا أحطه في مجلة امباكت فاكتور منخفض أو كيو فور جورنال. والله إحنا مثلا اليوم عندنا الترقية, عندنا مثلا في الجامعة الإسلامية بيقولوا بدنا ننشر أبحاث في سكوبس. الآن سكوبس عنده كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 وكيو 4. نجد بعض الباحثين يقول يا عم احنا بس نحصل كيو 4 كويس اذا حصلنا كيو 4. لا, يعني هذا الباحث اللي بيقول كويس اذا حصلنا كيو 4 انا بعتبره باحث عاجز ولا يستطيع ان يمضي قدما ولا يقدر على تطوير المؤسسه. لازم الباحث دائما ينظر الى الاحسن. الاحسن هو كيو 1 جورنال. صح كيو 1 جورنال صعبه شويه لكن ليس مستحيل, هي تحتاج بناء الطريق, بناء الطريق من القدس إلى غزة مثلا, يعني نقول من ناحية فيزيائية نوصف الطريق, يعني بحتاج إلى مثلا نقول شهر من الجرافات تحفر الطرق وتودي وتجيب وبعدين بوصف الطريق, بعدين بصير السيارة تجري من القدس لغزة في أقل من ساعة. بهذا الشكل يستطيع الباحث أن يحفر الطريق من Q4 جورنال إلى Q1 جورنال عن طريق المعرفة وقراءة الأبحاث والاستطلاع على الأبحاث المختلفة في Q4 جورنال وQ1 جورنال. والطريقة هذه يستطيع أن يعرف أين نقاط الضعف وأين نقاط القوة التي توجد به, وبالتالي يستطيع أن يمضي قدما إلى الأمام وقول لا أنا بديش Q4 جورنال, Q4 جورنال كلام فاضي, أنا بدي Q1, بدي أروح مش بس على Q1, بدي أروح على الفيرست بنسرتايل أوف Q1, يعني التوب 1% جورنال, يعني على نيتشر وساينس, مش بدي أروح على مجلات أقل. تمام. بهذه الطريقة إحنا نستطيع أن نتقدم. الآن إحنا عرفنا المجلة لكن أنا زي ما قلت عندي البحث جاهز وأنا مش عارف وين أوديه. الآن في عندي في جوجل في اللي هو سايت اسمه جورنال فايندر. تمام. أنا بس أكتب في أفتح جوجل هوم بيج وأكتب جورنال فايندر في الويندو وأعمل كليك بيجيب لي الجورنال فايندر تبع إلسفير. الآن إلسفير ما هو بضم العديد من المجلات المختلفة. الآن أنا بعمل كليك بيجيب لي الجورنال فايندر. الآن بفتح لي الصفحة تاعت الجورنال فايندر. الآن بكتب لي بطلب مني هو
السايت هذا بطلب مني عنوان البحث، بطلب مني الابستراكت، بطلب مني كيوردز عن البحث تبعي، بعدين بقول له كليك سبميت فايند جورنال، بيجيب لي مجموعه مختلفه من الجورنالز التي تلائم نشر البحث تبعي، يعني هذه المجلات تلائم نشر البحث تبعي. الان وبجيب لي المجلات وبجيب معلومات عن المجلات، بقول هذه المجله الامباكت فاكتور كذا، السايت سكور كذا، البيرسنت اوف اكسبتنس كذا، بيرسنت اوف ريجكشن كذا، يعني بيعطي كل المعلومات الدقيقه عن المجله. الان انا بدي اختار المجله اللي انا عايزها واللي انا بشوفها مناسبه للبحث واللي البحث تبعي يستحق ان ينشر بها، مش لازم انا انظر الى المجلات اللي اقل في القيمه الامباكت فاكتور لانه هي اسهل. لا، انا من السهوله بتعلمش ولا شيء، بتعلم من الصعوبه، لانه انا لما اودي بحث في امباكت فاكتور في هاي امباكت فاكتور جورنال، وحتى لما يرفضوا لي البحث كمان انا بستفيد من رفض البحث، يعني مش بالضرورة أنا دائما البحث ينقبل، لما يرتفض البحث أنا بأخذ الملاحظات تبعت الريفيورز، بحسن البحث تبعي وبنشره كمان في مجلة أكبر من المجلة الأولانية، يعني ما في أي مشكلة لما يرتفض البحث. فهذه نقاط مهمة لازم إحنا نأخذها بعين الاعتبار. يعني أنا صح لما يرتفض البحث بصير ديبريس، يعني بصاب بحالة من الإحباط، لكن لازم أنظر بروح رياضية للموضوع، لأنه المجلة والإديتورز بودوا البحث لمراجعين محكمين، هؤلاء very aggressive، هم ما بعرفونيش وبدهم يكسحوني، مش يكسحوني يعني شخصياً، هم بعنيهم أنه البحث في هذه المجلة يكون له مواصفات ذات قيمة عالية، هم بتطلعوا على البحث تبعي، يعني إذا لقوا فيه خطأ إملائي بقولوا الجرامر مش مظبوط، إذا لقوا الكتابة الأكاديمية ضعيفة بقولوا والله الديسكشن ضعيف، إذا لقوا الميثودولوجي فيها لخبطة بقولوا يعني في نقاط ضعف بتكون موجودة، هم بيكسحوا البحث للحفاظ على الجودة، مش بيكسحوه والله عشان ياسر النحل يعني بالنيات وشعره أسود بالنشية، لا، هم بيكسحوه عشان الشغل تاعه مثلا في عيوب بدنا نصلح، احنا مجلتنا مرتفعة بدنا يبقى شغلها هاي كلاس، فمنفعش انه بالطريقة هذه. الآن هم رفضوا لي البحث، أنا بأخذ الملاحظات تبعتهم، الملاحظات تبعتهم بدرسها بعناية أنا وفريق البحث اللي موجودين معاي في البحث، وبعدين بنحسن البحث، يعني نجود البحث يصبح البحث ذو قيمة عالية بعد ملاحظات المحكمين اللي رفضوا للبحث. الآن أنا بوديه على مجلة إلى امباكت فاكتور أكبر من الأولى وبنقبل أوتوماتيك في هذه الحالة، لأنه أنا خضعت لعمليتين ريفيو بروسيس أجريسيف، وأنا أخذت بعين الاعتبار ملاحظات الآخرين، ما أخذتش يعني أنه أنا عندت قلت لا والله هذول مش عارف شو، لا، أنا أخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات العلمية اللي وضعها الريفيورز ودخلتها في الاعتبار، حسنت البحث تبعي، عملت جودة مرتفعة على البحث، أصبح البحث ذو قيمة عالية. عملية التحكيم الثانية في مجلة أخرى بأخذوه على طول لأنه بلاقوا أخطاء قليلة موجودة. هكذا نستطيع أنه إحنا من خلال الجورنال فايندر نختار مجلة إذا كنا مش عارفين مين المجلات، وهو بقولنا طبعا لمجلات مختلفة، إحنا لازم في كل الأحوال نختار أعلى امباكت فاكتور للمجلة عشان نرفع قيمة المؤسسة اللي بنشتغل فيها، نرفع قيمة البحث، وإحنا بنرتفع مع البحث لما بحثنا ينتشر في مجلات بشوفها العالم كله، بشوفوها من أمريكا لعند أستراليا لعند أوروبا لعند اليابان، كل العالم بشوفها، يعني كأنه أنا عملت نشر
مثلا لأن نشرت بحث في ساينس اوف ذا توتال انفايرمنت الامباكت فاكتور تبعهم 10.792. الآن يعني هذه صرخة كبيرة، أنا بعتبرها أنه اقتحمنا هذه المجلة في العام 2020، وهذا يعتبر يعني إنجاز كبير على ضوء هذا البحث. أنا صرت محكم يعني لأكثر من مجلة كبيرة ذات امباكت فاكتور أعلى من Science of the Total Environment، مثل Hazardous Material الامباكت فاكتور بتاعهم 13.2. يعني البحث اللي أنا بنشره واللي أنت بتنشره واللي هي بتنشره واللي كل واحد فينا بنشره، هذا بيرفع قيمة البلد فلسطين، مصر، الأردن، لبنان، سوريا، وفي نفس الوقت بيرفع قيمة المؤسسة، الجامعة الإسلامية، جامعة الإسكندرية، جامعة بير زيت، جامعة النجاح، جامعة الجزائر، جامعة ماروكو، جامعة اليمن، وهكذا. فإحنا بنرفع الدولة وبنرفع الوطن العربي من خلال هذا النشر العلمي، ونصل إحنا إلى 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 قيمة مرتفعة. العالم بيبدأ يعرف مين العرب ومين المسلمين ومين الناس هذول، يعني كانوا أو هم مخدين انطباعات سيئة عنا كعرب، لكن إحنا عن طريق النشر في المجلات الكبيرة نفهمهم بأنه إحنا في رقم دولي صعب ونحن رقم دولي كبير، يعني international figure. تمام. الآن إحنا هينا لقينا المجلة اللي بدنا ننشر بحثنا فيه. تمام. الآن في نقطة مهمة بدنا نأخذها بعين الاعتبار. أنا بعد ما لقيت المجلة مش لازم على طول مستعجل وأبعت البحث، لازم أقرأ البحث تبعي بتأني. تمام. وبعدين بعد ما أقرأ البحث أنا وكل الباحثين، كل الأوثرز اللي معايا لازم يقرأوا البحث، وكل واحد يحط الملاحظات تبعته مع بعض، وبعدين نقعد as a group ونصلح البحث، وكل كومنت جابها واحد فينا نحطها بعين الاعتبار ندخلها في البحث. تمام. الآن لازم إحنا نترك البحث أسبوع وناخد ريست لمدة أسبوع ونعاود نقرأ البحث بعد أسبوع، حنلاقي أخطاء في البحث إحنا ما كناش قادرين نشوفها أول مرة، لأنه إحنا كلنا مستعجلين وعلى عجل بدنا ننشر البحث بدنا نخلص. المشكلة يا أخواننا مش إنه أنا بدي أودي البحث على المجلة، المشكلة إنه أنا بدي أودي البحث وبدي البحث من قبل، مش بدي أودي اليوم وتاني يوم يرجع لي الإديتور يقول لي والله متأسفين، والله بحثك هذا مش مطابق للمواصفات. ففي نقاط مهمة بدي أخذها في عين الاعتبار. إيش النقاط المهمة؟ الآن كل مجلة إلها guides for author، يعني تعليمات أو معلومات للباحثين أو للكتاب. الآن إيش المعلومات هذه؟ المعلومات هذه بتقول إنه المجلة هذه السكوب تاعها 1 2 3 4 5 6، فبدي أقرأ السكوب تاع المجلة أنا وأشوف البحث تبعي موجود في السكوب تاع المجلة ولا خارج السكوب تبع المجلة. والله إذا البحث تبعي خارج السكوب تبع المجلة بكون غلطان جدا إذا أنا بعثته لهذه المجلة، حتى لو الجورنال فايندر قال لي مناسب لها. تمام. لازم أقرأ بعناية كافية السكوب تاع الجورنال وأتأكد إنه البحث تبعي موجود في السكوب، وفي نفس الوقت بدي أحاول أجيب أبحاث من المجلة تبع اللي أنا اخترتها وأشوف كيف الأبحاث هذه المنشورة، كيف الباحثين وإيش الفكرة اللي طلقوها الباحثين، وهل الفكرة اللي طلقوها الباحثين شبيهة بالفكرة تبعتي ولا مش شبيهة. إذا كانت الفكرة اللي طلقوها الباحثين شبيهة بالفكرة تبعتي، معناته الإديتور أوتوماتيك حيرفض لي البحث، حيقول ما فيش شيء جديد عندك تضيفه، إن إيش بدنا فيه، شوف مجلة محلية انشر فيها البحث. لذلك أنا بدي أكون فنان في كتابة البحث تبعي، بحيث أخلي الفكرة تحت البحث جديدة، وأخلي الميثودولوجي تاعت البحث جديدة،
وأخلي الكي ريزلت في البحث جديدة، وأخلي الريكومنديشن أو الكونكلوجن تبعي في البحث جديد. الآن الإيديتور بيصير متشوق إنه هو بده يقرأ البحث تبعي وبده يبعثه لبير ريفيود ريفريز. أما إذا الريفيو الإيديتور قرأ البحث ولقى فيه أخطاء إملائية برفضه، ولقى فيه أخطاء علمية برفضه، يعني ما بقول بدنا نوجع راسنا ليه؟ ما هو بيجينا كل يوم 500 مانوسكريبت إحنا مش ملحقين إن نقبل مانوسكريبتات، ونسبة اليوم القبول في المجلات لا زيد، يمكن في المجلات هذه الهاي امباكت فاكتور بصلش 20% القبول، في معظم الأحوال القبول أقل من 20%، يعني 80% من المجلات اللي بترتفض اللي بتجيهم برفضوها وبقبلوا 20، لأنه المجلة بعنيها تقبل بحث سايتابل، يعني ممكن هذا البحث يرفع من شأن المجلة، مش بس قبل النشر معلومات جديدة، بحث ممكن الآخرين يأخذوه مرجع، يعني يرفع شأن المجلة. كمان أنا ممكن أنا أعمل للإيديتور شوية إغراءات، بس يعني مش إغراءات كبيرة، يعني أنا بدي أودي مثلا على مجلة ساينس أو على مجلة نيتشر، كويس، على الأقل بده يكون عندي مرجع ولا اثنين من المراجع اللي أنا مستخدمهم بابلشت في نيتشر ولا في ساينس، عشان لما الإيديتور يقرر يقبل البحث تبعي عن بعد ريفيو بروسيس، هيقول والله هذا يعني هو سايتابل، وفي نفس الوقت في اثنين سايتيشن دخلوا علينا، يعني ثلاثة سايتيشن أجانا من وراء البحث هذا، فهو بيقبل هذا البحث. برضو كمان في نقطة مهمة، إنه إحنا بدناش نعمل أوفر سايتيشن للمجلة، ما هو بيفهمونا بالعكس هذولا، إذا عملنا أوفر سايتيشن يعني أنا سيّتت كل الأبحاث اللي في المجلة، بيفهم الإيديتور هو مش ستوبيد يعني بوي، هو انتليجنت مان، بيفهم إنه أنا حطت له هذا طعم، فهو أوتوماتيك بيعرف هذا أوفر سايتيشن، فبرفض البحث بالطريقة هذه، وبالتالي بصير البحث في الباي باي. فأنا بديش البحث في الباي باي، بدي أنا بعنيني البحث من قبل، فأنا بدي أتأنى في مراجعة البحث، بدي أكتب البحث بطريقة مفيدة، وفي نفس الوقت بدي أطلع على المجلة. المجلة في لها تعليمات، تعليمات في كتابة البحث، يعني إيش تعليمات؟ الترقيم تبع التايتلز والسب تايتلز هذا مهم للمجلة، الريفرنس سايتيشن، مجلات بتعمل الفابيتيكال سايتيشن، مجلات بتعمل نيوميريكال سايتيشن، إذا أنا هذا ما أخذتوش بعين الاعتبار ذن بقولوا أنه أنت ما مشيتش في الـ يعني الـ ما اطلعتش على الجايد لاينز تبع كتابة البحث، وبالتالي البحث يصبح غير مقبول لدينا، فهم برجعوا لك البحث، بقول لك كذا يعني برجعوك للنقطة صفر، فلازم عناية فائقة. كمان مطلوب بروف ريدنج، يعني أخلي إنجليش نيتيف إنجليش سبيكر يقرأ البحث تبعي، يعمل تعليق على البحث، لأنه إحنا يعني صح إحنا نتكلم إنجليزي كويس ونتكلم إنجليزي زي العربي، لكن إحنا في اللغة العربية كمان ضعفين، بنكتب ضعف، فما بالكو الكتابة لما تكون بالإنجليزي بتكون أضعف. فيعني إحنا بدنا نخلي أكثر من جهة تقرأ لنا البحث، لأنه لما نسمع من أكثر من جهة ملاحظات، هذه الملاحظات تثري البحث وتخلي يعني تجعل البحث ذو قيمة كبيرة وتجعل منه قابل للنشر، لأنه الريفيورز آسف الإيديتور بيبعث البحث يمكن لستة، المجلات الكبيرة هذه بتبعت البحث لستة أو سبعة أو ثمانية ريفيورز، يعني ثمانية ريفيورز هذول بكسر الراس أكبر واحد فيه، ثمانية بيطرحوا الجمل هذولا ثمانية ريفيورز. ف
فيعني لما البحث يبقى مكتوب ومقروء ومراجع من أكثر من الأوثرز ومراجع لغويا ومراجع علميا، بيصير الثمانية ريفيورز الملاحظات تبعتهم ضعيفة. هم كمان الإيديتور، أو لما أنا أفتح بجامعة المجلة أبعث البحث تبعي للمجلة، هو بيقول لي اقترح ريفيورز للمجلة، تمام؟ فأنا مثلاً بقترح مثلاً الأستاذ الدكتور محمد رمضان الأغا، وبكتب الإيميل تبعه والعنوان تبعه، بقترح الدكتورة فلة أبو القمح، وبكتب العنوان تبعها والإيميل تبعه، وبقترح الدكتور محمد عوض، وبكتب الإيميل تبعه، وبعدين ببعث للمجلة. الآن الإيديتور برضه بدي أقول لكم مش أهبل، الإيديتور بقول هذول أصحابه، تمام؟ فبأخذ الليست هذه وريفريز، بحطها في الداتابيز تبعته، وببعث من عنده لريفريز تانيين، لأنه هو عارف إنه هذول في كوميونيكيشن بينهم، وهذول مش هيكونوا أجريسيف ريفيورز على البحث، لأنه هم بيبعتوا البحث بشيلوش اسم الباحث. إحنا العرب المجلات العربية بشيلوا اسم الباحث والعنوان تبعه، يعني بيبعتوه بلايند مانسكريبت للريفريز. لا، هذول بيبعتوه نوت بلايند، بيبعتوه مفتح، يعني بيجي البحث باسمه بعنوان الجامعة بكل كل المعلومات، لكن هم عارفين انه احنا بنطلع على اسم البحث ولا اسم الباحث ولا بعنينا هذا باي صفة ان كانت. يعني احنا بعطينا بكل البعنينا انه المعلومات تكون ممتازة وتكون دقيقة في عملية التحكيم. فهذا مهم، انه انا لما احط محكمين، يعني احط محكمين ريفيورز ممكن يكونوا أصدقائي أو أنا بعرفهم أو زملائي في الجامعات المختلفة، بس لما أقول له ديفيد ولا أقول له أندرو مانسون، أقول له ستيفن بويد، ولا أقول له مش عارف مين، أقول هذا يعني بأخذ انطباع على أنه هذولا مش أصدقاء، أو هذولا يعني بعرفوش، يعني not biased referee، وبذلك هم ممكن، فهو ممكن ياخذ منهم واحد. وفي نفس الوقت في خانه في السبمشن سيستم بقول لك اذكر الاجريسيف ريفيورز، يعني اذا انت بدك البحث تبعك ما ينبعتش لفلان اكتب لنا اسمه، تمام؟ هذه هم بيصدقوا فيها، بيبعتوش لهم، لان هم يعني بدهم ريفريز، هم عارفين هذا ممكن يعمل أجريسيف أو بايس ريفيو، فهم ببعتوش له، ببعتوا لناس ثانيين أجريسيف أكثر منه 20 مرة ونط بايس، فهم بعنيهم النط بايس، لأن المجلة برضو بتحافظ على الشفافية تبعتها وبتحافظ على المصداقية. الآن لما أنا أعمل كل هذه requirements، أعمل كل المطلوب، تصبح البيبر تبعي جاهز لسبمنشن. الآن أنا بعد بالمراجعات هذه رجعت الجايدلاينز، اوثر جايدلاينز، عملت كل المطلوب، بعمل سبميشن. الان بعد السبميشن البيبر بروح عند بصير مانوسكريبت سبميتد تو ذا جورنال. ممكن تقعد لها شهر ولا شهرين سبميتد تو ذا جورنال، تمام؟ لسه بتستنى الدور عبين ما تصل للإيديتور، هان بكتبوا journal submitted to the office، يعني أو to the journal office، manuscript submitted to the journal office. الآن في هذا الوقت الأوفيس براجع الاعتبارات اللي حكينا عنها، الجايدلاينز، وبتابع براجع اللي هو author guidelines كلها اللي إحنا طلبناها، إذا مشينا إحنا عليها لما يجوها الدور بودوها للإيديتور، بتصير عند الإيديتور، الإيديتور بيقرأها، ممكن هو يبعثها للريفريز يحكموها، بتصير بمجرد يبعثها للريفريز واحد من الريفريز أكسب إنفيتيشن، بتصير عند الريفيو. هنا بتقعد لها شهرين ثلاثة عند الريفريز
عبيد من ريفريز يرجعوا الكوميتس تاعتهم وقرروا ياخذوا الايديتوريال بورد ياخذ ديسيجن. تمام. الان يعني هذه العمليه ممكن تستغرق 5 شهور، شهرين سبمتد تو ذا جورنال وثلاث شهور اندر ريفيو، 5 شهور. الان الباحث يعني ممكن يكون مستعجل يقول اه والله بدي ابعتها، انا بعتها ل ساينس اوف ذا توتال انفايرمنت، بدي ابعتها ل ل نقول لمجله هازاردس ماتيريال، ويقول لك ما انا اقول ومين شايفني؟ واحد شايفني، ما حد شايفني. تمام. الان هذا من اكبر الاخطاء اللي بيقع فيها الباحثين العرب، بيبعثوا البحث لاكثر من مجله. الان ارسال البحث لاكثر من مجله هذه تعتبر فايتال ميستيك، يعني تعتبر خطا مميت، وهذا خطا قاتل. وهم الايديتوريال بورد الايديتورز تبعين مجلات في كوميونيكيشن بينهم، وفي سيستم زي ما زي السيستم. الان احنا عندنا سيستم في الجامعه بفحص البليجاريزم اللي هو السرقات العلميه او التشابهات. تمام. عند الايديتورز تبعين مجلات هذول الاي اس اي جورنالز عندهم سيستم بفحص المجلة إذا كانت مبعوثة لمجلة تانية ولا منشورة ولا جزء منها under review. تمام. إذا لقوا هذه الحاجات موجودة، هذا الباحث زائد list of authors بيصيروا في البلاك ليست تبعت الـ ISI journal. وإيش استفاد المسكين هذا؟ ما استفادش ولا حاجة، هو حط حاله في البلاك ليست في 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 خطوه خطا خطا كبير، ما عندوش صبر، مستعجل على انه بده البحث تبعه ينتشر في اقل ما يمكن. البحث يا اخواننا الكرام زي البيبي، اليوم بيتجوز شباب وبعد ما يتجوزوا اليوم بيجي اول بوي، بنقول خلينا نكون سريعين، بيجي بعد 9 شهور أو 10 شهور بيجي أول بول، وخلينا نقول بيجي بعد سنة. زي هيك البحث العلمي، إحنا بنبعث المجلة اليوم عشان نشوفها في المنشورة بدها سنة على الأقل. إذا عملناها أخذت السنة على الأقل بيكون المجلة مفترسة وملهاش وجود على الأرض، ومجلة ليس لها قيمة، ومجلة تجارية زي المجلات التجارية اللي بيبعتوا للباحثين بيقولوا له ابعت لنا، بدنا منك بحث مقداره صفحتين يكون opinion، يكون mini review، يكون short communication، يكون يعني بيحددوا له كل أنواع البيبر المختلفة. وبالتالي هذه المجلات ليس لها قيمة، والبحث اللي ينشر بهذه السرعة ليس له قيمة. تمام. فهذه النقاط اللي يجب أنه إحنا نأخذها بعين الاعتبار حتى نحصل على المجال على البحث، حتى نحصل يعني نقدر ننشر البحث تبعنا في المجلات الكبيرة. الآن بعد أنا ما نشرت البحث والإديتور ودى البحث للريفيورز، الآن الريفيورز برجعوا ليستة بالكومنتس الملاحظات. الآن أنا كباحث بهمني النشر تبعي في المجلة. الآن يعني إيش بهمني النشر؟ يعني بدي أنا أشوف البيبر تاعتي انتشرت. أحيانا بتكون الكومنتس أجريسيف من الريفيورز، بس فيش فيها يعني أخطاء شخصية، يعني هو الريفيور بيقترح والله انه الباحث يعني انا ما اخذتش بعين الاعتبار النقاط 1 2 3، بقترح انه انا والله هذه النقطه كان في مثلا مستيك ولازم تتحسن كذا كذا كذا. انا كباحث عشان البحث تبعي يقبل للنشر مش لازم اكون اجريسيف في الريسبونس على الريفيوز، لانه الاديتور بيقول لي انت، ببعث لي رساله بيقول لي انت مش بالضروري
تقبل كل اللي كتبوه ريفريز، لكن it is a must for you to reply to each point. يعني تجاوب على كل بوينت، انت يعني مجبر تجاوب على كل بوينت. يعني ايش معنات مجبر تجاوب على كل بوينت؟ يعني انه انا بدي اجاوب، بس انا لما بدي اجاوب بديش اكون اجريسيف، يعني عدائي في الجواب، يعني وبديش اقول والله الريفيور هذا بفهمش، والله هذا الريفيور ما عندوش خبره، ولا هذا الريفيور مش عارف شو. لا، الريفيور عنده خبره قدي 100 مره، وبفهم قدي 200 مره، وناشر ابحاث قدي 500 مره، تمام. لكن انا لازم اذا ما اختلفت معاه بدي اكون جنتل في الرد، بدي اقول it might be confused، بديش اقول he might be mistaken، he might be confused، والله هو اغشي عليه، والله ما اخدش باله ومش عارف ايش. يعني بدي اقول كلام لطيف، والاحسن اكون جنتل واكسبت the reviewer comments and amended the text accordingly، وحسنا قبلنا الملاحظة وحسنا البحث تبعنا حسب الـ reviewer comments. هيك أنا تجنبت إنه الإديتور يبعث المجلة البحث تبعي لريفيور آخر. لقيت إذا بعت الريفايز فيرجن لريفيور آخر وقال له أرفض البحث، برفضها أوتوماتيك، برجعني للنقطة صفر. يعني بعد تسعة شهور رجعنا للنقطة صفر. إيش استفدنا؟ ما استفدناش ولا حاجة. يعني إحنا العنجهية هذه بدنا نطلع منها، بدنا نكون يعني smooth scientist، بسهولة نقبل الانتقادات ونتفاعل بروح رياضية مع الانتقادات، ونجاوب على الانتقادات بطريقة علمية وبدون تعصب وبدون انفعالات، وبالتالي أنا في النهاية بصل إلى أنه البحث تبعي انتشر. بالطريقة هذه أنا بستطيع أن أصل لنشر البحث تبعي، أو أصل للهدف المنشود اللي أنا حددته. ولازم دائما أطرق، يعني يكون الطموحات تبعتي مرتفعة، ويكون أنا عندي المعلومات اللي أنا عايزها. الآن إحنا زي ما حكينا، هذه المجلات العلمية اللي موجودة في الISI، ممكن كل واحد فينا يعمل حساب على الويب اوف ساينس، يكتب يفتح في جوجل في الويندو بتاع جوجل www.web of science، بيجيب له السايت تبع ويب اوف ساينس، بتعمل كليك السايت ask you to create an account، بتفتح account، يعني بتعمل حساب في زي ما بتعمل حساب في المجلة، بصير لك الحساب، تدخل باليوزر نيم والباسورد تبعتك على الويب اوف ساينس. اند ذن لما تصير في الصفحه تبعت الويب اوف ساينس، في عنده فوق سايتس في حاجه اسمها ريسورسز اللي هو المصادر. الان كليك على المصادر بيجيب لك انذر ويندو مكتوب فيه، ممكن تختار فيه تايتل، تمام، انت تختار تايتل، بتختار تايتل وهو بقول لك اكتب صفحة، اكتب اللي هو اسم الجورنال، بتكتب له اسم الجورنال، بعدين بتقول له فاين أو سبميت، بيجيب لك كل الجورنالز اللي بهذا المجال، وبعطيك معلومات عن كل الجورنال، قديش الامباك فاكتور، قديش السايت سكور، قديش هي في أي كوارتايل، الربع الأول ولا الربع الثاني ولا الثالث ولا الرابع، and so on. بالطريقة هذه تستطيع معرفة كل المعلومات، كل المطلوب عن المجلة، وتستطيع أن تتقدم إلى الأمام كما تريد، وتستطيع أن تختار المجلة التي تريدها، وتستطيع نشر البحث الذي تريده. لكن الآن في عندنا برضو نقطة مهمة، فلسفة كتابة البحث، تمام إخوان. الآن فلسفة كتابة البحث، البحث تبعي بده ينكتب بطريقة سحرية. يعني كيف بطريقة سحرية؟ يعني طريقة خالية من الأخطاء، ما تخرش المية، ما فيش كلمة واحدة مكررة، وفي سيكوانسينج يعني تتابع، وفي فلو متزامن. الآن إحنا لو جينا اطلعنا على البيبر تبعتنا بنلاقيها مقسومة إلى أبستراكت، صح؟
abstract, بعدين introduction, بعدين materials and method, بعدين result and discussion, بعدين conclusion, بعدين reference. هذه المقاطع تبعت البيبر تاعتنا. المقطع الأول abstract, المقطع الثاني introduction, المقطع الثالث materials and method, المقطع الرابع result and discussion, المقطع الخامس conclusion. الآن خلينا نبدأ في المقطع الأول. الآن في المقطع الأول اللي هو الابستراكت. في الابستراكت بدي أكتب أنا اللي هو كلمتين عن المشكلة تبعت الدراسة. بدي أحدد مشكلة الدراسة وبعدين أقول هدف الدراسة اللي هو حل المشكلة. تمام؟ وبعدين بدي أحط الميثودولوجي لحل المشكلة. تمام؟ حطيت الميثودولوجي. بعدين في الابستراكت بعد ما حطيت الميثودولوجي بدي أقول هاي حليت المشكلة. بدي أقول الكي ريزلتس تاعتي أو الكي فايندينجز, يعني النتائج المبهرة في البحث تبعي, وبدي أحط الكونكلوجن. الآن في الانترودكشن بدي أنا أحكي 4-5 إسطار عن العنوان تبعي وعن المشكلة. تمام؟ بعدين بدي أجيب ريفيوز يعني literature reviews اتأكد على المشكلة اللي أنا بحكي فيها. تمام؟ بعدين أنا بدي أحط اقتراح من عندي ما يخرش المية لحل هذه المشكلة. وبعدين أقول الأهداف, هاي بدي أقول إنه البحث هذا صمم ليعالج المشكلة المذكورة عليها والذي بينت كذا وكذا وكذا. تمام؟ يعني أنا بينت في مشكلة, بينت من الرفريز إنه في هاي كلام, يعني مش أنا قعدت وتخيلت في مشكلة وخلاص, لا, جبت شهاد الرفريز هذولا شاهد على إن المشكلة اللي أنا بقول هاي في شهاد عليها المشكلة, وأنا بقترح الحل التالي للمشكلة. تمام؟ الآن جيت على الماتيريالز الميثود. الآن الماتيريالز الميثود هذه زي البوي تبع الراجل أو تبع المرأة, يعني ابنه للشخص, يعني هذا الكي إليمنتس تاعتي. أنا بدي أكتب في الميثودولوجي كيف أنا بدي أحل المشكلة. بدي أكتب بدقة متناهية, بدي أكتب بتفصيل, وبدي أجيب مراجع يدعموا رأيي في حل في 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 الميثودولوجي المستخدمة. يعني بديش أنا أكون كلامي مبني على عواطف أو كلام مجرد, لا, بده كلام علمي مبني على الحقائق العلمية. الآن بعد ما كتبت الميثودولوجي بدي أجي على تحليل النتائج, وهذه نقطة بقع فيها كثير من الباحثين, يعني خطأ بقع في كثير من الباحثين. بقول الباحثين بقول والله بدنا نعمل تحليل إحصائي كذا وكذا وكذا واس بي اس اس مش عارف شو على 4 كلمات, وهذا كلام بقناش الإديتور تبع المجال. بدي أكتب تفاصيل عن التحليل الإحصائي اللي أنا بدي أسويه. بدي أكتب تفاصيل وأحط مرجع وأبين إنه التحليل الإحصائي اللي أنا بقوم فيه هو بحل المشكلة, وببين الفروقات اللي أنا بدي أصل إلها, وبعالج الموضوع علاج دقيق مش 4 كلمات. بدي أكتب شوية كلام مفيدة. تمام؟ بعدين بدي أجي أنا على المقطع بعد ما كتبنا تفصيل دقيق عن التحليل, تحليل البيانات والتحليل الإحصائي, بنصل لمقطع الريزلت اند ديسكشن. ممكن يكون مقطع الريزلت والديسكشن ميرج توجذر, يعني ممزوج مع بعضه في بعض المجلات, وممكن يكون مفصول عن بعضه في بعض المجلات. نيفر ذا ليس, اذا مفصول ولا ممزوج, بده انا بدي اعرض الفيجر تبعتي, بده الفيجر الجدول يعني الشكل, بدي أحطه وأحط ليجند تحتيه بتتكلم عربي, يعني الليجند تتكلم تقول اللي بيقرأ الليجند بدي يفهم إيش هذا الفيجر بقول, يعني ما يحتاجش إنه يقرأ كل التفاصيل. ف
فلما تكون الصورة بتتكلم معناته اللي إيديتور بقول يعني الباحث مستخدم simple information and deep information. أما يكتب كلام ملوش معنى ما فيش منه فايدة. تمام. والآن في الديسكشن بعد ما عرضت المعلومات تبعتي هذه على الجدول بدي أبدأ أناقش المعلومات. الآن في مناقشة المعلومات بدي أخش للديب ديتيلز تحت الديسكشن وأستشهد بعلماء، يعني بدي أقول رأيي أنا أطلع من مخي ليش النتائج هذه طلعت هكذا. يعني مثلا بدي أقول ليش الادمصاص زاد على مواد الطين العضوي وقل على مواد الطين المعدني. تمام. على سبيل المثال بدي أقول إنه الطين العضوي ما فيش عليه شحنة موجبة، عليه شحنة متعادلة، وهذه الشحنة المتعادلة بسبب وجود المادة العضوية، وهذا المادة العضوية بتخلي تفاعل بين المواد العضوية الذائبة في المية وبين هذا الوسط العضوي الموجود على سطح الطين، وهذا بيعمل كأنه معامل أورجانيك فيس جديد أو مايكرو أورجانيك فيس جديد، وهذا بيسهل الانتشار وبدخل في معامل التوزيع KOW and so on. وببدأ بهذا الديب ديتيلز أجيب رأي وأقول مثلا ستيف بويد لقى نتائج شبيهة أو قام بتحليل نتائج شبيهة في هذا المجال. يعني أنا استشهدت في ستيف بويد إنه هو قام بتحليل نتائج، فالباحث بيقول مدام استشهد ستيف بويد من العلماء الكبار في هذا المجال ذن، ومش بس بستيف بويد بدي استشهد بآخرين في نفس المجال، ممكن استشهد في نفسي أقول كمان إن حال في 2019 أو 2016 وجد إنه تأثير الأملاح برفع الادمصاص لأنه الأملاح تعمل سولتينج أوت وبالتالي بيزيد الادمصاص لأنه المية بتصير غير متاحة للذوبان أنسون. وبالطريقة هذه يعني بدي أعمل ديب ديتيلز، أحط معادلات، أحط فانكشنز تخلي الإيديتورز غصب عنه يقتنع بالكلام اللي أنا بحكيه. الآن لما أصل أنا للديب ديتيلز هكذا الإيديتور بلاقي إنه البول الباحث هذا قارئ وفاهم وعارف إيش بيقول لنا وكلامه منطقي 100%. الآن بظل في نقطة مهمة لازم نأخذ بالنا منها اللي هو سيكوانسينج تابع النتائج. يعني أنا كتبت في الـ في الـ في الماتيريالز آسف كتبت في الـ في الـ في الـ في الـ في الأبستراكت المعلومات النتائج تبعتي، الفلو تاع النتائج الانسياب تاع النتائج في الأبستراكت لازم يكون متشابه مع الميثودولوجي مع الفلو تحت الميثودولوجي سيكشن، وفي نفس الوقت النتائج تبعتي اللي في الريزلت اند ديسكشن لازم تتمشى مع الفلو تبع الميثودولوجي سيكشن. يعني انا مثلا نقول في الفقره الاولى من الميثودولوجي بدرس الادمصاص، في الفقره الثانيه بدرس تاثير الاملاح على الادمصاص، في الفقره الرابعه بدرس تاثير المواد الاورجانيك لود الموجود على الطين على الادمصاص. الان في الريزلت ديسكشن بدي اقرا اعمل ديسكشن بهذا السيكونسينج، بديش اعمل ديسكشن بالعكس وارجع رجوع. يعني الديسكشن بده يكون ماشي بنفس الفلو تبع الريزلت اللي تبعتي، وبالتالي ما دام انا ماشي بنفس الفلو تبع الريزلت اللي مشيت فيه في عرض النتائج الديسكشن بده يكون بنفس الفلو. بالطريقه هذه أنا بأقنع الإيديتور بأنه أنا شغلي ممتاز 100%. الآن بنيجي لنقطة أخرى وهي الكونكلوجن. الآن الكونكلوجن طبعاً بدنا نفهم أخواننا في كل بحث بصالح الكمال لله وحده ولا شريك له وله الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الآن يعني في عندي حاجة اسمها limitation of the study. إيش يعني limitation of the study؟ يعني الصعوبات اللي واجهتني في البحث. الآن أنا الصعوبات اللي واجهتني في البحث بديش أقول والله أنا عندي مثلاً جهاز جي سي قديم ومش عارف إيش، لا مثلاً بدي أقول والله الصعوبات اللي واجهتني في البحث إنه أنا كنت مثلاً بأشتري اللي هو كحول
الميثانول او ليثانول ابسولوت ميثانول او ريثانول it takes more than 10 months to bring it from outside due to some difficulties. تمام، هذه صعوبات. ممكن اقول كمان انه انا فيس بروبلم في الفراكشنيشن تبع الميثانول. عشان اعمل الميثانول الترا بيور ميثانول او اتش بي ال سي جريد اضطريت انه انا اطور نظام جديد، اعمل خلايا كهربائيه عشان احصل على تيار كهربائي متواصل، لانه الكهرباء مثلا عندي بتيجي 6 ساعات وبتقطع 6 ساعات. يعني انا بحط ليميتيشن ملهاش علاقه في الساينتفك ميثودولوجي. بقول في صعوبات عندي في نقل السامبلز من مكان الى مكان نتيجه لانه الايس بوكس كان في صعوبات في الحصول على ايس بوكس وهكذا. يعني بخلي صعوبات تافهه في تحقيق الاهداف. لكن بالمقابل الان انا بدي اقول انه البحث ده اقارن البحث تبعي مع الاخرين عشان البحث تبعي يقتنع الريفيور ويقتنع الاديتور. تمام، بدي اقارن البحث تبعي مع الاخرين، بدي احط كومباريزن سيكشن واقول انا احط الكي فايندينجز تبعتي. تمام، الكي فايندينجز تبعتي بدي احطهم في الليست في عمود، واحط انا البريزنت ستدي تبعتي جنبهم، وبعدين بدي اجيب من المراجع. انا كنت بناقش النتائج تبعتي مع زيد ومع ستيف وزيد وعمرو خليل، وفي نفس الوقت في الليتريتشر ريفيو قلت فيه عندي مشاكل وهي جبت فلان وفلان شاهدين عليها، فبدي اناقش انا النتائج تبعتي مع النتائج تبعتهم. الان النتائج تبعتي بحط صح 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 على كل اللي انا عملته، بشوف الاخرين ايش عملوا. الاخرين عملوا مثلا نقطة من اللي انا عملته وثلاث نقاط ما عملوا، بحط ناقص ناقص ماينس. وين عملوا صح بحط بوزيتيف، وين ما عملوش بحط نيجاتيف. الان في النهاية بقول بعمل ديسكشن على التيبل هذه، بقول كومبيرنج الريزلت تبعتنا مع الاخرين ستيف وود وعليان وعلي وخليل ومش عارفين، تبين انه هذه الدراسه استدد 14 او 15 باراميترز، وير از فلان وعلان استدد 5 وهذا استدد 4 وهذا 3، وبالتالي انه الدراسه تبعتنا عملت ساتيسفاي لل الـ information gap في الـ the information gap، سكرت الخانة العلمية المفقودة، سكرت المعلومات المفقودة. احنا حطينا المعلومات المفقودة، هاي الدراسة تاعتنا حطت المعلومات المفقودة اللي الآخرين لم يتطرقوا إليها، وهذه الدراسة تطرقت إليها، وهذه الدراسة بيّنت أن هناك نقاط مهمة لم يدرسها الآخرين، وبالتالي تعتبر هذه الدراسة عملت completion to the information. We satisfy the need of knowledge, we fill in the gap of knowledge. لذلك هذا البحث احنا نعتقد انه لما ينتشر هذا البحث في هذه المجلة سيرفع من سيعتبر هذا البحث مرجع لليانج ساينتست في العالم، واليانج ساينتست في العالم سيأخذوا هذا البحث يعتبروه مرجع لهم، وسيقوموا أيضا بإدخال تطويرات وتحسينات على البحث، وبالتالي نستطيع إحنا أن نواكب التكنولوجيا ونستمر إلى الأمام. بالطريقة هذه أنا هيك أقنعت الإديتور وأقنعت الريفريز وأقنعت كل الزمرة تبعت المجلة تبعت ساينس ولا نيتشر إنه البحث تبعي يستحق النشر ويستحق الاحترام والتقدير، وبالتالي احنا هيك نتوقع انه احنا البحث يكون قابل للنشر. وبكون كمان ممتاز جدا في المقارنة انه انا اقارن باحصائيات، يعني اجيب احصائيات من زيد وعمر وخليل واعمل منهم ريفرنس افريج وريلاتيف افريج واقارن بينهم واطلع معلومات جديدة، وبالتالي انا هيك اثريت الديسكشن وخليت
الإديتور تبع كيو 1 جورنال يكون مبهور بالنتائج تبعتي ومبهور بالبحث تبعي ويقبله بشكل فوري بدون تردد، يبعثه للريفريزو، وبمجرد البحث يروح للريفريز احنا تجاوزنا المرحلة الصعبة. حتى لو رفض البحث تجاوزنا المرحلة الصعبة وبالتالي يقبل البحث في المرة القادمة. هذه الطريقة نستطيع أن نتقدم ونمشي إلى الأمام. يعني هكذا نستطيع أن نقول، يعني ربما نكتفي بهذا القدر من الحكي. أكيد صار صداع عند جزء منكم للأسف، لأنه الدنيا ليل والوقت يعني متأخر شوية، لكن إحنا نفتح الديسكشن للجميع، والآن إذا حدا حابب يستفسر فإحنا كلنا أذن صاغية للسماع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ الدكتور ياسر النحال على هذه المحاضرة القيمة والشيقة والموسعة أيضا. ثم ننقل إدارة النقاش إلى الدكتور محمد المغير. دكتور محمد موجود؟ دكتور مغير، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل دكتور. الله يعطيكم العافية، أسعد الله مساءكم، ومشكور دكتور ياسر على هذه المحاضرة القيمة التي صرح فيها نوع من المتعة في فهم قواعد النشر الدولية وكيفية النجاح، وفي صراحة لمسة رائعة جدا كانت تتحدث عن عدم الاستسلام. يمكن في ناس أو بعض الباحثون بيرسل البحث بيجي رفض فبتلاقيه بتنكد وممكن يلغي النشر، لكن أنت أعطيتهم لمسة أنه ممكن هذا البحث نشتغل عليه، نعيد تطوير ونعيد تحسين وتجويد وفق ملاحظات التقييم وعادة نشره مرة ثانية أو أخرى. وللأمانة أنا هذا صار معي قبل هيك، يعني الموقف أرسلته لجامعة الأزهر في غزة ارتفض، عملت الملاحظات وأرسلته لجامعة نايف أو أكاديمية نايف في السعودية انقبل البحث، وبالتالي عملية القبول الرفض لما يكون المرة الأولى إحنا بنستفيد من اللي هو الملاحظات اللي بتجينا المحكمين، وهذا بيكون عنصر أساسي في اللي هو قبول البحث لدى مجلات أكثر وأفضل من المجلات اللي كنا بعتين. ننقل الآن المايك إلى الإخوة المتحدثين، اللي حاب يرفع اللي حاب يشارك يرفع إيده وراح إحنا نختار من المشاركين. دكتور ياسر، في أحد المشاركين بقول كيف يمكن لباحث مبتدئ اختيار مجلة دولية مناسبة محكمة مناسبة للإرسال أو للبحث؟ إحنا تحدثنا قلنا فيه في جوجل، في يعني يفتح صفحة جوجل في يكتب جورنال فايندر، تمام، هو بجيب له تبع جورنال فايندر دوت إلسفير دوت كوم، بوصله للمجلات تبعت إلسفير. هلقيت هو هذا لما يعص عليه بفتح له ويندو، الويندو اللي بيفتحه بطلب منه يكتب عنوان البحث، يكتب الابستراك تبعت البحث، ويكتب الكي ووردز تبعت البحث، وبعدين كليك سبميت، هو بجيب له ليستة بالأبحاث بالمجلات الملائمة لهذا البحث، وهو عاد بده يختار واحد منهم طبعا حسب الباك فاكتور. حسب دكتور، احنا لو يوم عملنا لهم للاخوه المتداخلين يوم تطبيقي لو ساعه كيف يدخل على جوجل من خلال اللي هو الزوم كمحاضره مسجله، كيف تدخل على جوجل وكيف تدخل على البحث والى اخره، بكون كويس. فايش رايك؟ حاضرين في شيء، مشكله ابدا. في عندنا مداخله من الاستاذ ابو صهيب، تفضل يا استاذ ابو صهيب. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، نشكركم على هذه المحاضرة القيمة.
عندي سؤال أول، أحكي لك عن وضعية وقعت لي. بعثت مقال لمجلة وشروط البحث متوفرة تمام، لكن بعد أن قابلوا البحث قالوا أن هناك رسوم تؤدى، لم يخبروني في الأول، فسحبت البحث مرة أخرى. السؤال هنا، هل المجلة التي فيها رسوم نقول أنها مجلة محكمة وعلمية كما ذكرتم؟ هذا السؤال الأول. سؤال ثاني، هل المقال الذي يقبل في بعض المجلات الغير المعروفة، هل هو يمكن أن يعتبر له قيمة علمية؟ وشكرا. شكرا جزيلا أخ أبو صهيب. في الحقيقة المجلات اللي تنشر مقابل دفع رسوم هذه اسمها Open Journal Access، يعني مجلات مفتوحة الوصول. اليوم كمان في Elsevier Science في مجلات مفتوحة الوصول ومجلات مغلقة الوصول. الآن إيش مفتوحة الوصول ومغلقة الوصول؟ الآن مجلة مفتوحة الوصول بعد الريفيو بروسيس ما تتم وتخلص بيقولوا لك السفير بيطلب منك، بدك انت تنشر بحثك في اوبن اكس جورنال، يعني مجله مفتوحه الوصول، يعني انت معناته بدك تدفع رسوم النشر. الان رسوم النشر ممكن تصل الى 2000 3000 دولار حسب قيمه الامباكت فاكتور تبع المجلة. الآن المجلات اللي إلها اللي مش موجودة في السفير بتطلب رسوم أقل، تمام؟ الآن إذا هي مش موجودة في السفير يعني أنت بتنشر بحث محدش هيقرأه أو محدش هيعمل له سيتيشن، وبالتالي القيمة العلمية للبحث كأنه بحث ميت محدش شاف، تمام؟ فهذه نقطة مهمة بدك أنت تأخذها بعين الاعتبار. الآن الجزء الثاني من السؤال أنه المقال إذا نشر في مجلة غير محك غير يعني مجلة مفترسة أو مجلة يعني ملهاش امباكت فاكتور أو مش موجودة في الـ ISI جورنالز، هذه مجلة يعني إخسارها أنت، أنت عشان تكتب بحث يعني باخذ منك مجهود كبير. اذا كان البحث ادبي يعني بدك تعمل سرد للادبيات يعني بيستغرق منك شهور عشان انت تكتب البحث وتجود البحث، وبعدين تروح ترميه في مجله ما لهاش قيمه، ايش راح يعني راح تستفيد من المجله؟ فايت مي بي ويست اوف تايم انه انت تعمل زي هيك. فالافضل دائما ابحث عن مجله كبيره وما تستسلمش انه رفضوا لك البحث. ما دام البحث تبع خضع لعمليه ريفيو ورفضوه دور تحزنش، لانه انت بتستفيد من الكومنتس وبتجود البحث تبعك وبنقبل في المره الثانيه. هذه بتحصل مع كل يعني you should not give up، ما تستسلم. بارك الله فيك دكتور ياسر. في سؤال آخر بقول كيف يمكنني تمييز المجلات المفهرسة لبري دكتور جورنالز؟ الآن قلنا أنت بدك تفتح على اللي هو في جوجل وتعمل تكتب اللي هو www.scopus.com، تمام؟ وهذا بطلب منك تفتح حساب. لما تفتح حساب انت بس تدخل على الموقع بحسابك الشخصي بكلمة باليوزر نيم والباسورد تبعك. بعدين انت لما تخش على المجلة على الحساب على الصفحة هذه في على اليمين سورس، بتعص على السورس بيجي لك ويندو جديد، اختار تايتل وهو بوديك بقول لك اكتب اسم الجورنال، تكتب اسم الجورنال تمام بيطلع لك الجورنال هذه مفهرسة كيو 1 كيو 2 كيو 3 كيو 4 and so.
تمام. دكتور محمد، وين الدكتور محمد؟ مش باين، طلع مش عارف. طيب اذا طلع خلينا كثير. دكتور، في سؤال موجود على استاذينكم، طبعا السؤال الموجود عندنا من الزهرة. دكتور، ما المعيار الذي تعتمده بعض المجلات في التحكيم من حيث التركيز على الجانب الميداني أو التطبيقي؟ دكتور ياسر، في الحقيقة المجلة يعني حسب مجلة، نوع المجلة. الآن كل مجلة تقبل مجموعة من الارتكلز. الآن الارتكلز عندي أنا ريسيرش ارتكل، يعني بحث، هذا يعني عبارة عن بحث، سواء بحث ميداني أو بحث مخبر، اسمه ريسيرش ارتكل. وفي عندي نوع ثاني اسمه ريفيو ارتكل، يعني أنا بعمل جمع للأدبيات المختلفة وبعمل تحليل للنتائج وبعيد صياغة وأعيد طبخ النتائج وبطلع شيء جديد أقنع فيه الباحثين أو أقنع فيه الإديتور تبع المجلة. وفي نوع آخر، هذا قلنا عليه ريفيو، وفي نوع آخر اسمه letter to the editor، يعني أنا ببعث رسالة للإديتور. طبعا رسالة للإديتور بتكون عبارة عن يعني صفحتين أو ثلاثة، وهذه criticize published work، يعني بيبقى يعني بكون واحد اكتشف أخطاء أو اعترض على بحث منشور، ببعثها للإديتور، الإديتور ممكن يحكمها ويقبلها وتصير منشورة. وفي بعد letters في communication. الكوميونيكيشن هذا عبارة عن بحث صغير، يعني أنا عملت نتائج وخايف على النتائج تبعتي تنسرق أو تروح، فببعتها في صورة اللي هو communication، يعني بحث صغير أصيل لكن صغير في العدد تبعه، يعني في المحتوى صغير لكن بحتوى على نتائج كبيرة. الآن هذه الأبحاث، الأنواع اللي بتيجي للمجلة، هي بتوديها لمحكمين مختلفين. كل مجلة بتقبل هذا النوع من الأبحاث وبتوديهن للمحكمين. طبعا كل مجلة عندها list of reviewers، قائمة بالمحكمين المناسبين لها، وبتبعت لهم الأبحاث عشان يقوموا بالتحكيم المطلوب، وبيستمر هذا الشيء. يعني مش بالضرورة أنهم إذا كان بحث ميداني يبعثوه لزين أو يرفضوه أو ما يقبلوه. شكرا دكتور. في عندنا يرفع يده الدكتور عصام بوزيد. دكتور عصام، السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. أتمنى التوفيق لجميع الحاضرين في هذه الجلسة، ولكن عندي سؤال محدد للغاية، بحيث أنه بغض النظر عن مستوى المجلة، إن كانت Q02 أو Q1، مسألة أن الخطأ الدارج اللي يقع فيه غالبية الباحثين هو البريدتر جورنالز، اللي هي المجلات المفترسة. مع أني لا، أنا لا أنكر أني تعرضت لهذه المسألة، لكن كيف يمكن معرفة هذه المجلات المفترسة بحيث أنه يتم تجنب النشر فيها؟ يعني هل هناك قوائم معينة تنشر؟ هل هناك موقع ينشر قائمة بهذه المجلات؟ هل يمكن معرفتها عن طريق سكوبوس أو أي مثلا مجرد ما يتم إشارة إليها بهذه النقطة، بحيث ما لا تضيع قيمة الورقات الخاصة بنا للنشر؟ في الحقيقة سكوبوس، هذه المجلات المفترسة مش موجودة في قائمة سكوبوس. يعني أنت تدخل على قائمة سكوبوس، تختار مش تايتل، تختار عنده في ألفابيتيكال، بجيب لك أسماء المجلات، يعني بجيب لك قائمة ليست بالحروف الأبجدية. اختار مثلا المجلة اللي أنت
بدك تودع عليها اختار الحرف الأول، بفتح لك على كل المجلات اللي بتبدأ مثلا بحرف تي، كل المجلات مثلا توكسيكولوجي، توكسيستي، توكسينز، تكنولوجي، كل اللي بتبدأ بحرف تي بصفط لك إياها قدامك. تمام؟ الآن أنت بتشوف المجلة تاعتك وين موجودة، مش موجودة في القائمة هذه معناته هذه مجلة مفترسة أو مجلة ليس لها وجود أكاديمي في ISI، يعني مش كيو جورنال، مش كيو 1 ولا كيو 2 ولا حتى كيو 4، يعني هذه المجلة ليس لها قيمة. طبعا ليس لها قيمة من الناحية العلمية الكبيرة، لكن بعض الدول العربية للأسف الشديد ما زالت بتقول لك انشر في الهند وهات لي بحث، ما عنديش مشكلة عشان أنت تتلقى، أو انشر في مجلة محلية وبنجيب بنرقيك، ما فيش مشكلة. تمام؟ لكن الأصل إنه البحث يكون سايتابل، يعني يصير عليه سايتيشن وتوثيق، على الأقل يجيب له 10 سايتيشنز في مدة سنة على الأقل. إذا ما جاب 10 سايتيشن في مدة سنتين هو بحث يعتبر من الأموات. وهكذا. بارك الله فيك دكتور ياسر. في مداخلة مكتوبة للدكتورة فلة بتقول: حدث معنا ذات مرة أن أرسلنا بحث إلى مجلة مرموقة وذات معامل تأثير عالي، والكثير نشر بها هذه المجلة من قبل، ولم نتلقى أي رد أكثر من سنة، ولم نسأل أيضا لا يتم، ولما نسأل لا يتم الرد علينا. في النهاية أرسلنا لهم أننا تنازلنا عن طلب النشر وأرسلنا لمجلة أخرى، لكن لحد الآن ما زال الأمر محيرا بالنسبة لنا، فما هو تفسيركم دكتور؟ في الحقيقة الآن المجلات الكبيرة يتم إرسال البحث عبر submission system، يعني بنتشرش البحث عبر الإيميل للإيديتور. تمام؟ أنا يعني بدي أنشر بحث في أي مجلة، بفتح صفحة المجلة. تمام؟ هلقيت بروح على الهوم بيج تحت المجلة، في الهوم بيج في عندهم بوابة الدخول، بوابة الدخول فيها يوزر نيم وباسورد، وتحت اليوزر نيم والباسورد في عندك اللي هو تعص كليك أو ريجستر، يعني سجل. يعني إذا أنت مسجل في المجلة عندك يوزر نيم وباسورد بتعص كليك أوبن، مش مسجل في المجلة بتعص ريجستر. ريجستر بيفتح لك صفحة جديدة بأخذ منك بيانات اسمك وعنوانك وين ساكن وفي أي دولة أنت وإيش تخصصك وإيش مؤهلاتك العلمية وإيش كذا وإيش الفيلد اللي أنت بتشتغل فيه وهكذا، بطلب منك مجموعة من المعلومات تستكملها، بعدين صبمت بقول لك أنت إيش هلقيت، وبطلب منك يوزر نيم وباسورد، وبطلب الإيميل الشخصي تبعك، وبعدين بعد ما أنت تستكمل الإجراءات هذه بتصير أنت دخلت، أنت صرت عضو ريجستر في المجال، بيبعتوا لك إيميل على حسابك الشخصي. تمام؟ بقول لك تم إرسال إيميل على حسابك الشخصي، أدخل عليه وعمل كليك عشان تفعل حسابك، تعمل كليك عشان تفعل حسابك بنقلك على الصفحة الجديدة. لقيت الصفحة الجديدة في بيبقى مكتوب فيها فوق نيو سبميشن. الآن نيو سبميشن يعني بتفتح صفحة جديدة وبتعمل سبميشن للأبستراكت، وبطلب منك الأبستراكت الأوثرز فول دوكيومنتس الريفيورز، بعدين إذا في ممولين للمجال للبحث تبعك، فيش ممولين، مين الأوثر الأول، مين الأوثر الثاني الثالث الرابع، مين الريفيورز اللي أنت بتقترحهم أنسون. وبعدين لما تصل لكل المعلومات هذه إذا في خطأ معين السيستم بقول لك أنت أخطأت، بعطيك إشارة أصفر بقول لك أنت أخطأت راجع النقطة هذه، بعد تراجع النقطة هذه بقول لك امشي لقدام، بمشيك لقدام تصل للآخر بعمل لك كرييت بي دي اف فايل. تمام؟ هلقيت بعمل لك بي دي اف فايل، لما يعمل بي دي اف فايل بقول لك الآن البيبر تاعتك صارت جاهزة للأبروفل. الآن بس بيعملش لك أبروفل إلا أنت تفتح البي دي اف فايل وتشوف البيبر تاعتك. الآن أنت بتفتح البيبر تاعتك وبتشوفها في شكل بي دي اف،
الآن لما تشوف البي دي اف كويس مصفط منيح تمام، المعلومات مش داخلة على بعض كلها مصفطة وراء بعض وزي ما هي في الوورد دوكيومنت، ذن انت بتعمل ابروف سبميشن. لما تعمل ابروف سبميشن المجلة بتبعت لك انه ثانك يو فيري ماتش، وبيبعتوا لك رسالة على الايميل بيقولوا لك كونفيرم سبميشن. تمام، هل جيت لما تفتح كونفيرم سبميشن بيقولوا لك انه كمان انت بتقدر تتبع البحث تبعك كل دقيقة تشوفه وين راح بدون ما تبعت ايميل، انت بتعمل بتقص كليك على السايت اللي بعتوا لك اياه بوديك على المجلة وبتشوف البحث تبعك وين قاعد، عند الايديتور عند الريفيوز عند الريفيوز بالطريقة هذه بتعرف انت وين. دكتور يا دكتور، الدكتورة بتقول انه كانت تتابع عن طريق الايزي شير وارسلته عن طريق الايزي شير وبعدين كانت تتابع من خلال ايفالويشن، يعني كاين ماشي معهم الخطوات هذه لكن ما ردوشهم في الاساس عليها. ماشي الخطوات، ما دام ماشي الخطوات هي تدخل على صفحه المجله نفسها، هي لها حساب هجيت صفحه المجله، تدخل على صفحه المجله بتشوف البحث وين هو اذا كان هو ضايل. هو دير بالك يا دكتور أن تنشرته في المجلات الدولية بيكون معطيك إنه الآن قيد الدراسة قيد التحكيم تم المراجعة وفي المجمل النهائي، يعني المرة اللي فاتت في بنشر أنا في الانترناشونال ريسك أسسمنت بعتوا لي إنه إحنا الملف هي جاهز الآن وبدنا ننزله للنشر، اعمل له مراجعة في اللغة، اعمل مراجعة في ترتيب الأسماء المشاركين، بيبعتوا لي هذا الكلام. يعني الخطوات بتكون واضحة لك، ببعثوا لك على الايميل وبتدخل من الايميل على الصفحه تبعتهم بتشوف كل الخطوات حتى رد المحكمين بتكون موجوده. مظبوط. طيب ما يعني اذا انت مشيت في السيستم هذا بتصل في النهايه لانه البحث تبعك ينقبل او يرتفض، ويعني بضيعش ما برو يعني ما 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 بردوش، يعني ما بضيعش البحث او ما بترددوش انه يردوا عليه، وبعدين انت كمان بتشوف البحث تبعك اندر ريفيو ولا وذ اديتور ولا اكسبتد ولا ريجكتد بدون ما تبعت لهم رساله، بتدخل على الصفحه بتاعتك بتشوف انت الحاله بتاعت البيبر مكتوب ستيتس ناو. صحيح دكتور، الدكتوره فله بتقول انه كان الرد دائما قيد التحكيم وعندها توقف ما صارش بعدها ولا رد، ممكن تكون المجله فيها كم ابحاث كثير بس هي تراجع المجلة تدخل كمان مرة على الصفحة هتلاقي البحث، لأنه البحث له رقم، كل بحث من بعد مجلة المجلة بتعطيه رقم وهي بتراجع المجلة من خلال الرقم، بتقول لهم مش أنا الدكتورة فل وعندي البحث كذا كذا، بتقول لهم البحث رقم كذا كذا إيش وضعه بردوا عليها. تمام إن شاء الله. ألو، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم دكتور السلام. محمود قاسم. عليكم السلام. أنا الأستاذ الدكتور محمود قاسم من اليمن من جامعة صنعاء. أهلا وسهلا. وأنا مدير وأنا مدير تحرير مجلة كلية الآداب بجامعة صنعاء وعمرها حوالي 50 عاما. تشرفنا. حياكم الله، شكرا لكم. شكرا لكم على المحاضرة القيمة، ولكني هنا سوف أسأل سؤالين. السؤال الأول، من الذي يقرر، من هو الذي يقرر أن هذه المجلة سكوبوس كيو 1 أو كيو 2 وتصبح مجلة بهذا التصنيف؟ اثنين، هل المجلات سكوبوس تعمل تحت مظلات جامعية أم أنها قطاع خاص؟ السؤال الثالث يا أستاذنا الدكتور هو أن محاضرتكم القيمة تركزت غالباً على الأمور على التخصصات العلمية، في حين أن تخصصات العلوم الإنسانية لم ترد كثيراً في محاضرتكم، وأيضاً لا نجد حسب علمي طبعاً لا نجد في البلاد العربية إلا مجلة واحدة في الأردن المصنفة سكوبوس، وهي غالية الثمن أيضاً بالنسبة لنا احنا في اليمن 600 دولار
رسوم نشر بحث كثيرة جدا. أستاذ الجامعة لا يحصل شهريا على هذا المبلغ. السؤال هو كيف يمكن لنا في الوطن العربي أن نرفع من قيمة المجلات الجامعية إلى مستوى أحسن مما هي عليه الآن وتصبح على الأقل بمستوى مقارب للسكوبوس؟ نحن شاكرين لك جدا إذا وضحت لنا هذا الكلام، مع تحياتي لكل من حضر هذه المحاضرة وعلى رأسهم حضرتكم، وشكرا. بارك الله فيك دكتور، احنا يعني ممنونين جدا ونشكرك على هذا المداخلة القيمة جدا. الصحيح يعني مداخلة ذات قيمة كبيرة، ويعني احنا نفتخر ونعتز بهذه المداخلة. في الحقيقة سكوبس هذا يعني المجلات تبعت سكوبس هي تخضع زي ما قلت ل قلنا اللي هو الاي اس اي انستيتوت فور ساينتفك انفورميشن، وهذا معهد انشئ عام 1960 بواسطة واحد اسمه ايوجين كلاريفايد من فيلادلفيا، وهذه مؤسسة فيها مجموعة من كبار العلماء في العالم، وهم اللي وضعوا التقييم لهذه المجلات ووضعوا قيمة الامباكت فاكتور. يعني لقوا انه لازم يحطوا معايير مختلفة، ولقوا انه ربنا هداهم لانه الستاتس سكور والامباكت فاكتور هم المعايير ذات القيمة العالية لا يمكن ان يصنفوا فيها المجلات. الآن المجلات العربية سواء العلمية أو الأدبية منها تستطيع أن تتقدم بطلب للحصول على عضوية الآي اس اي، لكن الآي اس اي بطلب منهم يعني مجموعة من القيود، يعني مش بس يدفعوا رسوم رسوم اشتراك وخلصنا، لا بطلب منهم بالإضافة إلى رسوم اشتراك في قيود لازم تتبعها المجلة في قبول الأبحاث وفي نشر الأبحاث وفي تحكيم الأبحاث وفي تعديل الأبحاث. هذه القيود يعني بتخلي المجلة تفقد أو بتخلي صاحب المجلة يعني بطل هو المسيطر الأول على المجلة، يعني بطلت المجلة تعتبر مجلة تجارية بالنسبة له أو مجلة ذات طابع تجاري، لكن مجلة له مشاركين في اتخاذ القرار، وبالتالي هو بيعتبر أنه هو فقد نوع من السيطرة على المجلة بهذه الطريقة. فهم يعني معظم المجلات بحبوا ينفردوا، لأنه يعني بقول لك والله احنا يعني في بعض المجلات بديش أذكر يعني بعض الدول، بس أنا عارف بعض الدول بقولوا والله بدنا نرقي شوية أساتذة عندنا في الجامعة، تعالوا اعملوا مؤتمر وهاتوا أولاد شوية أبحاث وبنعتمدها في المؤتمر، وصارت أبحاث موجودة في المؤتمر وبقدموا للترقية وبترقوا. طبعا هذا السيستم لما تصير المجال في سكوبس مرفض هذا المجال، بقول لك لا فيش، في عندنا تحكيم، التحكيم لازم يكون اجريسيف ولازم يكون فيه له سيستم معين، ولازم على الاقل التحكيم ما يقلش عن شهرين او ثلاث شهور، يعني مش انت بتسلم البحث اليوم وبعد اسبوع بتاخذ عليه قبول او عدم القبول. فبالطريقة هذه المجلة بتفقد قيمتها وبتفقد مصداقيتها، عشان هي تصبح مجلة ذات قيمة لازم تمتثل للتعليمات اللي وضعها الاي اس اي اللي هو انستيتوت فور ساينتفك نوليدج اند انفورميشن. هذا الانستيتوت برضه المجلات الأدبية موجودة في هذا التصنيف، لكن يمكن أنا كنت متحيز أكثر للمجلات العلمية عشان تخصصي علمي وليس أدبي، بس إن شاء الله في المرة القادمة لازم نأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأخرى الأدبية في عرض المعلومات والوصول إلى المطلوب. أنا بالطريقة أمل أن أكون أجبت على كل التساؤلات تبعتك، إذا أنا يعني ما نسيت شيء مستعدين نجاوب على شيء إذا إحنا نتذكر حاجة تانية. ألف شكر لكم على هذه الإجابات القيمة، شكرا جزيلا.
بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا أخي من اليمن. شكرا شكرا لكم شكرا وإن شاء الله نشوفكم مرة ثانية. بارك الله فيك دكتور. في مداخلة أخرى دكتور في مداخلة أخرى من طالبة الدكتوراه ليلى شلاط، بتقول شكرا على هذه المحاضرة، وهل أستخدم مراجع رئيسية قديمة في الميدان النظري؟ هل هذا يؤثر على قبول البحث أو رفض المقالة؟ لا يؤثر على قبول النشر. استخدام مرجع قديم إن شاء الله من 1812 لا يؤثر على قبول النشر، لأنه أنت رجعت لهذا المرجع القديم لأنه هو ذات علاقة وذات قيمة مهمة في الديسكشن تبع البحث تبعك، لذلك ما تترددي في استخدام أي مرجع. لكن تطلع في مارس 2023 يعني البحث القديم، بس في نفس الوقت لازم صفحة المراجع تبقى up to date، يعني فيها بحث على الأقل واحد أو اثنين يعني في السنة اللي احنا فيها أو في السنة اللي بدأت فيه، ما فيش أي مشكلة أبدا. بارك الله فيك دكتور ياسر على هذه المداخلات وهذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتك، وأن يرزقك الجنة، وأن ينفع الله بك وبعلمك بإذن الله. إلى اللقاء إن شاء الله في اللقاء بعد القادم، إن شاء الله الثلاث بعد القادم، ومع الأستاذ الدكتور محمد عواد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And